هتسوق قبل العيد ان شاء الله. تمام. طيب بالنسبه لكم حد لنا كلمه على الموقف. بص يا حبيبي، كل واحد يؤيد عرضه حر، لكن انا ضد فكره اقحام النقابه في السياسه فقط، لكن من يؤيد يؤيد ومن يعارض يعارض، كل واحد يتخذ رايه، وانا بحترمه جدا وبحييه جدا، ما عنديش اي مشكله معاه فقط. شكرا. شكرا. اقرار مجلس الشعب ان تيران وصنافير، تسليم تيران وصنافير الى ال سعود، احنا كنا داخلين نعلن كنقابه صحفيين مصريين وممثلين عن الجمعيه العموميه ان تيران وصنافير مصريه، وان موقف نقابه الصحفيين المصريين مع مصريه تيران وصنافير، وقدمنا مشروع بيان هو موجود معاكم، بنطالب فيه رئيس الجمهوريه بعدم التصديق على هذه الاتفاقيه والانتظار لحكم المحكمه الدستوريه.